فضلت غرام مزولة من اللي سمعته، وما كانتش عارفة تفرح لأنه بيحبها ولا تحزن لأنها سببت له جرح كبير. اتكلمت بخوف وقالت: طب والعمل دلوقتي يا فاطمة؟ أنا كده خسرت صقر، يعني مش هيسامحني؟ لا هيسامحك، هيسامحك طبعا، بس انتي اتحدتي معاه واحكي له كل حاجة وما تخبيش عليه. ونصيحة من أختك: اوعي تفرحي غدا فيكي ولا تديها الفرصة انها تاخده منك عشان هي ما تستهلوش. طب قومي قومي معايا، على فين يا مجنونة انتي؟ هلحق صقر قبل ما تاكل عقله وتاخده اوضتها. سبحان مغير الأحوال، يلا يا خايتي يلا. استني يا فاطمة، أنا أسفة اتكلمنا في موضوعي ونسيت موضوعك. ولا يهمك يا جمر انتي، أنا مفيش موضوع أصلا، خلاص كله خلص. أنا بس عشان لسه الصدمة وعر عليا قوي، ده حب عمري يا غرام، ومش سهل عليا في يوم وليلة كده أتقبل إن أدهم ما بجاش ليا. أخدتها غرام في حضنها وقالت: إن شاء الله هتلاقي اللي يحبك من قلبه ويستهلك، علشان انتي مفيش زيك يا فاطمة. تسلميلي يا خايتي. بقولك ايه، غيري خلاجاتك دي ولبسك ده لبس حلو وخليكي نصحة، خليه هو اللي يبدأ حديث معاكي. وغمزت لها بعينيها. بصت غرام لنفسها وقالت: تصدقي عندك حق، استني هغير وهبهرك. ولا اقولك انا عندي خطة جامدة جدا. ضحكت فاطمة وقالت: ويلا لهذا الصقر من غرامه. وضحكوا هما الاتنين بسعادة. اتكلمت منال بغضب وصوت عالي وقالت: لا ما انا مش هسكت الا لما اعرف كل حاجة يا جابر. مسك ايدها وبعدها بعنف وقال لها: انت اتجننتي؟ بتعلي صوتك عليا؟ ما تتوهش الموضوع وفهمني مين دي اللي مش هتهدى لما ترجع لك. انا سمعتك وانت بتقول كده في التليفون. اتكلم جابر ببرود وقال: حاجة بتاعتي وضاعت مني وهرجعها، مالكيش فيه بقى. بصت له بتحذير وقالت له: يعني الكلام ده مش عزفت غرام؟ مسك ايديها بضيق واتكلم معاها وقال لها: اسمعي بقى، عشان انا خلقي ضيق اضيق من الابرة، ولو شتمتيها تاني ولا جبتي اسمها على لسانك هقطعهولك، انت فاهمة؟ اتصدمت منال من رد فعله واتكلمت بذهول وقالت: انت بتقول ايه؟ معنى كده ان الكلام اللي قاله لي صقر حقيقي؟ انت حاولت تغتصبها؟ اتكلم جابر بلا وعي وقال: غرام دي بتاعتي انا، ملكي انا، مش بعد ما عملت كل ده علشان هتروح مني كده. لا، اتكلمت منال بدموع وصدمة وقالت: يبقى كلام غرام صح، يا كلب يا حيوان، والله لا قتلك، انت ما تستاهلش تعيش. لا وانت الصادقة، انا اللي يقف في طريقي ملوش الا حاجة واحدة وهي الموت. انا اللي كان مصبرني عليكي غرام، كنت مستحملك طول السنين دي كلها علشانها وعشان تبقى قصاد عينيا، لكن دلوقتي انت ملكيش لازمة، انت طالق يا منال، ولو شفتك بس قريبة من غرام صدقيني محدش هيرحمك مني، واللي خلاني عملتها قبل كده يخليني اعملها التاني وتالت. منال كانت بتسمعه وهي مش مستوعبة اللي بيقوله. يا ترى اللي قاله ده حقيقي؟ ايوه أكيد، كل إنسان لازم يحصد نتيجة أفعاله، وهي النهاردة بتحصد نتيجة كرهها الغرام ومعاملتها لطفلة يتيمة بالشكل ده. سابها جابر وخرج من البيت، وهي قعدت تندب حظها وجهلها وتلعن نفسها لأنها ما صدقتش غرام. كان صقر قاعد مع أمه عزيزة وغادة وصفية اللي كانت في عالم تاني خالص، وكلام جمال اللي كان بيتردد في ودنها لأنه كان بيحملها ذنب غيابه طول الوقت وإهمالها ليه. هي كانت بتعمل اللي عليها اتجاهه وملهاش ذنب إنها ما كانتش بتحس بأي مشاعر ناحيته، ونفضت الكلام من راسها وبصت لأدهم بغموض شوية واتكلمت وقالت: قولي يا ولد عمي هتخطب إمتى؟ لاحظت عزيزة كلامها وبصت لها باستغراب، وكملت صفية كلامها وقالت بتوتر: احنا عايزين نفرح بيك، لسه مش خابر يا صفية، بس ان شاء الله هفتح ابوي ونشوفها نروح ميتة بسم الله تبارك الرحمن، قالتها عزيزة وهي بتبص على السلم. واستغرب صقر وبص مكان ما كانت امه بتبص، ولقى غرام نازلة وهي زي القمر في ليلة تمامه. كانت لابسة فستان ابيض وفي وردة ازرق زي لون عينيها بالظبط، وحط الكحل في عيونها، وده خلاها ليها سحر خاص. بصلها صقر بذهول
وبصت غرام لفاطمة وضحكت اللي كانت واقفة جنبها وغمزوا البعض. ما شاء الله عليك يا بنتي، كيف القمر، ربنا يبارك لي فيك يا ماما. وبصت لصقر اللي فقد النطق واتكلم بصعوبة وقال انت رايحة فينك ده؟ اتكلمت فاطمة ببعض الخوف، انا لقيتها متضايقة فقلت لها تعالي افرجك على البلد هتعجبك قوي. اتكلم صقر بغيرة وقال وانت مالكيش راجل اياك عشان تقوليله، هتخرجك ده من نفسك. قربت منه غرام ودخل لقلب صقر يدق بعنف وقالت بدلع لا طبعا ما اقدرش، ده انت جوزي وحبيبي، انا كنت نازلة علشان استأذنك، لو سمحت يا صقر خليني اروح معاها. صقر كان من جواه بيقول لها كفاية كده ارجوكي، قلبي هيخرج من مكانه. ايوة ما هو عقل وقف عند كلمة حبيبي وما سمعش اي حاجة قالتها بعدها. يا ترى فعلا هي قالتها له؟ بصلها وبص لفاطمة باستغراب وكأنه بيسألها انت عملتي فيها ايه وفين غرام اللي يعرفها. اما عزيزة فكانت فرحانة جدا وهمست لفاطمة في ودنها وقالت لها جدعة يا بنت يا فاطمة خليتها ده كيف. ضحكت فاطمة وهمست لعزيزة وقالت والله يا مرات عم نوعيتها بس وعرفتها حجاجة غادة. براوة عليك يا بنتي. اما غادة كانت هتشيط من الغضب من غرام وبتلعنها في سرها وانتبهت على صوت صقر وهو بيتكلم بغيرة وقال هتطلعك ده كيف يا غرام، ماله ما هو حلو اهو يا صقر ولا انا مش عاجباك. بصلها بصة طويلة ولولا الاشخاص اللي كانت موجودة معهم وبتراقبهم لكان قالها بطريقته الخاصة هي عاجباه ولا لا. ورد عليها وقال انا هاجي معاكم يلا. فرحت غرام لانها نالت مرادها وبصت لفاطمة اللي ابتسمت لها ودعت لها في سرها بالسعادة. نزل صقر المستوى غرام وهمس لها في ودنها ودخل لقلبها يدق بشدة وقال بس تمسحي الكحل ده واللي في شفايفي عشان ما ارتكبش جناية وانا معاكي. اتكلمت غرام بكسوف واضح وقالت حاضر حاضر همسحهم. اتكلمت فاطمة بقصد وقالت خلاص يا غرام طالما صقري معاكي بقى انا ماليش لازمة، وبعدين افتكرت اني لازم احضر نفسي علشان رايحة الجامعة الصبح، يلا اشوفكم على خير. وسبتهم ومشي. وطبعا ده كان تحت نظرات ادهم اللي مليانة غيرة عليها. كان جمال قاعد على القهوة وبيشرب الشاي وبيتكلم مع نفسه وبيقول وبعدها لك يا جمال هتفضل كده لحد ميتة، دي مش عيشة دي اللي انت عايشها. اتنهد بضيق وقال في نفسه طول عمري ما كنتش شايف غيرها، كنت عاشقها وكنت بتمناها من ربنا، بس عرفت دلوقتي ان مش كل اللي بنبقى رايدينه بيبقى خير. يا رب انا راضي بالاختبار ده لكنه صعب قوي، صعب عليا ابقى عارف ان مرتي بتحب اخوي، يا ريتني عرفت قبل ما اتجوزها كنت سبتها وكنت هدوس على قلبي، بس صعب قوي ان اتحمل وكل ما اقول هنسى واعيش ابص في وشها افتكر اني تعبت، تعبت قوي. يا رب حلها من عندك يا رب. ولحد هنا استنوني في الجزء القادم، دمتم في امان الله.